بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذ الدكتور محمد كمال عمر، أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية، وحلقة جديدة عن استئصال تضخم البروستاتا بمنظار. ولو حبينا نضرب مثال عن الصعوبة اللي بيواجهها الرجالة اللي عندهم تضخم شديد في البروستاتا أثناء التبول، يمكن الصورة اللي قدامنا دي تورينا احنا مقصدنا ايه. بالنسبة للحالة اللي معانا، بروستاتا حجمها 130 جرام والعمر 70 سنة. منستغربش من العمر يا جماعة، هو ده عمر تضخم البروستاتا. طريقة الاستئصال هنحاول نوريكم طريقتين، باستخدام الليزر وباستخدام البلازما. اللي شايفينها قدام البروستاتا وهي قافلة مجرى البول، ده الليزر. واضح ان الليزر بيقدر بيعمل قطع نظيف بدون نزيف، ولو حصل حتى نزيف بيقدر يوقفه كده. الفص الاوسط بنخلصه وهندخله جوه المثانة، ده مكان الفص الاوسط بعد ما خلص خالص ودخل جوه المثانة. بعد كده زي ما قلنا الليزر بيقدر يتحكم في النزيف، فلو في نزيف او لحاجة بنعرف نوقفه بسهولة جدا. هنكمل برضو الفص الايسر عن طريق الليزر. فبنبدأ عند الجزء الاخير من الفص الايسر ونبتدي ننفصل عن الكبسولة بتاعته. زي ما احنا شايفين تقريبا نص الفصل انفصل، وبعد كده بنكمل انفصال الفص تماما، وده بنعتبره حاجة زي الخلع او التقشير للفص من كبسولته. الميزة اللي عندنا في الموضوع ده ان هو بيدينا اقصى امكانية لتدفق البول بعد كده، لان احنا تقريبا بنبقى شلنا معظم الفص تماما من مكانه. فلما المريض بيبقى في احتياج لاقوى حاجة في اندفاع المية، بننصح بعملية الخلع او التقشير بالبروستاتا سواء باستخدام الليزر او غير الليزر. طبعا ده صورة الفص بعد لما لفينا حواليه من تحت ومن فوق ومن يمين والشمال، وبنحاول نقطع اخر علاقة ليه بالقشرة بتاعته لغاية لما يبقى جاهز ان احنا بعد كده ندخله جوه المثانة. فالجزء اللي احنا بنفصله ده اخر جزء ممكن نفصله من الفص، وبعد ما نفصله زي ما احنا شايفين هيبقى الفصل جاهز ان هو يدخل جوه المثانة. بعدها بنستخدم مفتت البروستاتا زي ما احنا شايفين ان هو يدخل جوه المثانة ويشفط الفص اللي احنا لعناه جوه المثانة تماما. وبكده بنبدأ بالجزء التاني من حلقتنا اللي هو استئصال البروستاتا عن طريق بلازما في نفس المريض. ده الفص التاني. احنا كنا محتاجين نبدأ نوريكم ازاي بنفصل بطريقة البلازما وطريقة ما نسمى بالقطع. فبنبدأ باستخدام الجهاز اللي احنا شايفينه، نقطع جزء جزء من البروستاتا. الحالة دي كانت فيه مفاجأة، يعني مش مفاجأة قوي، احنا كان عندنا فكرة ان احتمال يبقى فيه خراج، وفعلا طلع الكلام سليم، والمكان ده كان فيه خراج كبير جدا متحوش داخل الفص الايمن. وطبعا كان واجب ان احنا نفضيه تماما على قد ما نقدر، ولما نفضيه تماما نوسع فتحة الخراج دي لأقصى درجة ممكنة عشان خاطر ما يحوش أي صديد تاني. طبعا زي ما احنا شايفين ان الطريقتين هيوصلوا في الاخر ان يتم استئصال البروستاتا، بس الفرق ان في الليزر وطريقة الخلع في الغالب ممكن نقدر نشيل كل الفص، لكن في الطريقة التانية اللي هي البلازما وطريقة التقطيع صعب جدا نقدر نشيل البروستاتا كلها، لكن ممكن نوصل ان احنا نشيل من 50 لـ70% من حجم الفص او حجم البروستاتا. بعد ما بنخلص تقطيع، الغرض الاساسي ان احنا نحصل على مكان او تجويف ضخم جدا داخل تجويف البروستاتا يسمح باندفاع البول من المثانة ويحافظ على المثانة من انها ما يحصلهاش عطل نتيجة السدة قدامها. وطبعا ده المنظر اللي زي ما وريتكم في الاول وحصل الانسداد، ده المنظر اللي احنا نحب نشوفه في الاخر ويحصل اندفاع قوي جدا للمية. وفي الاخر سعداء بتواصلكم معانا على الارقام التالية. شكرا.